طيب عبد اللطيف، عايزك تقول لي كده، شايف برضو القايمة ازاي؟ شايف حد، هل في حد اتظلم؟ هل في حد اتفاجئت ان هو مش موجود، او حد اتفاجئت انه موجود في القايمة؟ طبعا احنا بنتكلم في المقام الاول ان عندك اللاعب الاول هو عمر جابر. ليه؟ لان عمر جابر انت بتتكلم بالارقام بالاحصائيات بالاداء جوه الملعب، هو من افضل الباكات المصريه في الدوري المصري. انه انت طبعا هتقول افضل باك في الدوري المصري الموسم الحالي هو محمد الشيبي، وده لاعب اجنبي لاعب مغربي، فانت بتتكلم من العناصر المصريه. هو كان افضل لاعب ظهير ايمن في الدوري. عايز اقول لك ان هو صنع 6 اهداف في الدوري، وفي المجمل هو صنع 8 اهداف. مفيش باك في مصر صنع اكتر منه الموسم الحالي. فهو كان، هي دي العلامة الاستفهام في عدم اختياره. طبعا بجانب الاسماء اللي ذكرها احمد عباس في الاختيارات بتاعت عناصر نص الملعب، لكن انا عايز اتكلم في نقطه اهم. ان انت لما بتيجي بتتكلم دلوقتي على الاختيارات، عايز تتكلم في نقطه ايه؟ النقطه الاولى ان هو احنا في مرحله البناء. تمام. انت بتبني منتخب، فانت لازم تنزل بالسن. صح. دي نقطه مهمه. صح. تاني حاجه، لو هو حتى خد اختيارات هو مش مقتنع بيها، فهي مش هتكون معاه بشكل اساسي. صح. فكانه ما اختارهاش. هو ممكن تكون وجهه النظر بتاعه كابتن حسام حسن اللي هو انا مركز في مجموعه معينه، انا واثق بيها اللي هتبدا او هي اللي هتلعب. هي ده بالنسبه لي اللي هياخد فرصه، بقيه اللعيبه مش هتاخد فرصه او مش هتادي، فبيستبعدهم. تاني حاجه، انت برضو عندك المباريات مضغوطه. النقطه اللي هو اتكلم في نقطه كويسه جدا بتاعت نقطه لعيبه بيراميدز، وما اعرفش انا، يعني انا ما سالتش كابتن حسام، بس انا توقعي مشهد ان بيراميدز عنده مباريات مضغوطه، كان عنده دور تمهيدي ولسه ممكن يوصل نهائي الكاس، فهو عايز يبدا المعسكر بدري، فحاول ياخد ابرز العناصر برضو زي ما بيقول اللي هو ضامن ان هم هيشاركوا معاه بشكل اساسي، بعيدا ان هو مختار عناصر تانية في خط الدفاع هو مستقر عليها خلاص. فهو شايف ان هو حتى لو اختار العناصر بتوع بيراميدز مش هيبقى ليهم يعني تاثير مع الفتره دي، وممكن يبقى عناصر قدام. لكن زي ما اتكلمنا، هو العنصر الاهم هو كان عمر جابر، ان عمر جابر بالارقام وبالمستوى في الملعب هو من افضل اللعيبه في المركز ده، فعدم اختياره علامه استفهام. تاني حاجه يا احمد، انت قلت نقطه مهمه جدا جدا في حته محمد شحاته. هو فعلا محمد شحاته وضع ضمن خط الدفاع في اعلان القايمه، ومعنى كده ان هو واخده كظهير ايمن. وكظهير ايمن هيبقى بشكل بديل، يعني هو ممكن يستعين بيه، مش هيبقى بشكل اساسي، لان برضو انت هتتكلم في خط النص انت عندك لعيبه كتيره جدا، بتتكلم محمد النني، وبتتكلم حمدي فتحي ومروان وامام عاشور. ففي يعني زي ما بنقول، هل في حته الباك رايت عبد اللطيف كابتن عمر جابر اللي لعب طوال الموسم بالظبط، ولا هبص على اختيار محمد شحاته؟ ما انا بقول لك ده، انا بالنسبه لي وجهه نظر الشخصيه، انا مش شايفها دي اختيار فني، ممكن تبقى حاجه ثانيه. ايه بقى؟ دعم معنوي مثلا زي كابتن عبد اللطيف؟ لا لا لا، عدم اختيار عمر جابر مش اختيار فني. الراجل برضو داخل في مرمى مع المنتخب الاولمبي في اخر مباراه 6 اهداف، فهل شايف ان هو لو منضبط، هو لاعب في الفئه بتاعه المنتخب الاولمبي. تمام. وفي لعيبه لعبه السيزون كله، كابتن احمد قال على احمد الشناوي، في كمان محمد بسام طبعا ساهم مع فريق سيراميكا كليوباترا في بطوله كاس رابطه وعامل اداء كويس، محمود جد، في حراس كتير. واحنا بنتكلم خلي بالك هنا، هو بعدين تماما يا تيفا الالوان بالظبط، بس هو حته اختيار الحراس هل بترجع للمدير الفني ولا مدرب الحراس؟ ما انا برضو مش عارف.